السلام عليكم. احنا النهارده في مدينه نصر وقررنا ان احنا نقضي اليوم كله في مدينه نصر. هنفطر وهنتغدى وكمان هنحلي في الاخر. هنفطر فول عادي، كنا عملنا ستوري كنا بنسالكم فيها فين احسن اماكن بتفطروا فيها في مدينه نصر، رشحتوا لنا مطاعم فول وطعميه. عايزين تجربه مختلفه شويه عن فول وطعميه، بس النهارده احنا هنجرب نفطر فول وطعميه وكمان هنتغدى برجر وهنجرب كذا مكان. بس هنجرب جاست سماش لان انا ما كنتش جربته قبل كده، وهنجرب السندوتش الجديد بتاعهم اللي هم غيروا فيه شويه حاجات، ده هنجربه. وبعد كده ان شاء الله هنحلي، بس لسه هندور هنشوف هنحلي فين. لو انت في مدينه نصر بقى قول لنا على احسن مكان بتاكل فيه مدينه نصر، ادينا تجارب حلوه كده، ادينا عصاره التجربه بتاعتك في مدينه نصر. قول لنا اماكن جديده كده ومجنونه تكون بتجرب فيها حاجه غريبه حاجه مريبه واحنا هنجربها ونقول لك فيها راينا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتعمل شير للفيديو. يلا بينا نروح على الفطار. مين احسن حد ممكن يدينا تجربه الفول والطعميه؟ اللي مشهورين هنا في مدينه نصر كتير جدا، واحنا سالناكم في الستوري وانتوا رشحتوا لنا عم بشندي، ده اساسي طبعا في مدينه نصر. واحنا بنتمشى في عباس العقاد لقينا فطار وعشاء، وكمان لقينا اخر ساعه جبنا من عندهم الثلاثه سندوتشات اللي انا بحب افطر بيهم، فول طعميه بيض بسطرمه. هنجربهم الثلاثه وندوق ونشوف مين احسن حد هيدينا تجربه فطار في مدينه نصر. خلينا نبدا بسندوتش الفول. مش زمان كانت المطاعم بتدينا مخلل عادي مع الاكل، انا ولا واحد في ثلاثة دول اداني مخلل. علبه المخلل دلوقتي لازم تجيبها ب 5 جنيه اهي، هي دي علبه المخلل ب 5 جنيه. بص الباكينج بتاع فطار وعشاء تقريبا ده اروع باكينج فيهم لحد دلوقتي. ده سندوتش الفول من عند فطار وعشاء، سندوتش الفول من عند اخر ساعه، الكيس بتاعه العظيم عم بشندي بقى لف عاديه خالص، مع انه في سندوتش الفول هو اغلى واحد. هو سندوتش من عند اخر ساعه سعره 7 جنيه، بس مشكله سندوتش عند اخر ساعه ان هو مش مليان كله، سندوتش فيه حته كبيره فاضيه كده في الاول، تحس ان نص رغيف ما فيهوش فول يعني في الاول وفي الجنب كمان، في معلقه في الجزء ده بس. فطار وعشا بقى اغلى جنيه، سعره 8 جنيه. بص بقى فطار وعشا عمل ايش بلدي، والساندوتش مليان على الاخر تقريبا زي بتاع بشندي. ساندوتش بشندي هو اكتر واحد مليان فيهم، هو يعني اقل واحد مهتم بالباكينج فيهم، بس هو اكتر واحد مليان، سعره 9 جنيه. خلينا نبدا بالارخص اللي هو اخر ساعه ده، 7 جنيه 7 جنيه يا عم. هو انا تقريبا كان المفروض اقول لهم في اخر ساعه ان انا محتاج سندوتش فول محوج مش فول ساده، كان ده فول ساده معلوش اي حاجه، في تهويجه بس خفيفه خالص، انا مش لاقي مثلا طعم ليمون، مفيش ملح، كمون، اي حاجه تخص الفول انا مش لاقيها. قبل ما نروح لبشندي اللي هو اغلى واحد نشوف فطار وعشاء سعره 8 جنيه. بسم الله. هو موضوع ان الفول يبقى محوج ده يعني بقى حاجه صعبه ولا ايه؟ مش عارف، هو هنا انا مش لاقي غير طعم ليمون بس. الفول نفسه حلو، حبايه دايبه كده ومتدمسه كويس قوي، بس هو كتحويجه انا مش لاقي غير طعم ليمون، فين الملح والكمون يا جدعان؟ في ايه؟ خلينا طيب نشوف عم بشندي الامل فيه. بسم الله. هو انا اكلت من عم بشندي قبل كده، ما كانش بيبقى كده، غير قوي عم بشندي، التحويجه بتاعت عم بشندي كانت مميزه عن كده، كان طعمها حلو كده ومظبوط، ليه مش مظبوطه؟ هنا في طحينه كتير قوي، في ليمون، تحس ان الساندوتش ده بس لوحده فيه خمس ليمونات، في ليمون كتير قوي بيلسع، يعني اول قطمه كده في لسعه. بدايه مش حلوه يعني، الفول قلش بعيد قوي، انا ولا واحد بتاع بصراحه عجبني. كنا كنا والله على عربيه فول يعني، كنا جبنا طلب كده وقعدنا نغمس وبصلايه وبتاع، يعني اصل الفول ده اكله مزاج، فانا شايف ان التلاته دول الصراحه ولا واحد يخليني احس بالمزاج بتاع العربيه ده، اه والله ضايقوني يعني. وخصوصا بشندي ده يمكن انا عشان كنت عشمان فيه قوي فاتفاجئت. الظاهر ان احنا جايين لعم بشندي في وقت غير مناسب يعني، فخلينا نشوف الطعميه. الطعميه عند اخر ساعه بنفس سعر الفول عند كل المطاعم، اخر ساعه 7 جنيه، فطار وعشا 8، بشندي 9. خلينا نبدا بارخص واحد اللي هو اخر ساعه. اخر ساعه حاطط قرص طعميه حلو الصراحه وحاطط سلطه شكلها نظيف. خلينا ندوق. بسم الله. هو انا بالنسبه لي ده سندوتش طعميه معقول، يعني الطعميه مش جامده قوي بس شغاله، مع السلطه بقى وفي لمسه طحينه كده على السندوتش شغاله، بالنسبه لي يعني سندوتش طعميه يمشي حلو، احسن من الفول بكتير. لو هاجي عند اخر ساعه تاني مش هطلب فول، لو ما قداميش غيري مش هطلب فول، هطلب طعميه. فطار وعشا حاطط طعميه كتير، هو طعميه عنده حجمها صغير شويه بالحجم ده وحاطط منها كتير بقى في الساندوتش، في حبه طعميه محترمين الصراحه، وفي سلطه برده وفي لمسه الطحينه دي. لينا ندوق. بسم الله. بص هو انا حاسس ان الطعميه ما استوتش، مش عارف، حاسس ان يعني الطعميه بالنسبه لي كانت عند اخر ساعه افضل بكتير، حاسس ان انا اخر الفيديو ده هقول لو انت في مدينه نصر وعايز تفطر ما تفطرش. يعني طيب نشوف سندوتش عم بشندي سعره 9 جنيه. بص عم بشندي بقى بيحط الشيء الاحمر ده في السلطه بتاعته، وانا ما بحبش البتاع ده الصراحه في السلطه، طعمه غريب قوي. خلينا ندوق ويعني خلينا نتفائل بالبيض بسطرمه، ربنا يستر. بسم الله. هي الطعميه اللي هي العاديه اللي هي المرمشه دي راحت فين؟ هو انا لحد دلوقتي شايف ان الفول او الطعميه من الثلاث اماكن اللي انا اخترتهم يعني مش افضل حاجه، بصراحه ما اطلبهمش من الثلاث اماكن، مش هفكر ان اطلبهم تاني. هو شكل كده الفيديو باظ، بس لسه عندنا امل في بيت بسطرمه، ولسه برده عندنا امل في باقي اليوم، احنا لسه هنتغدى وهنحلي مع بعض وهنعمل حاجات كتير. خلينا نشوف البيت بسطرمه هو الامل فيه دلوقتي. البيت بسطرمه بقى اسعاره مختلفه شويه، يعني مثلا عند بشندي سعره 18 جنيه ونص، اخر ساعه 20 جنيه، دي مش فارقه. فطار وعشا بقى سعره 30 جنيه، فالمره دي هنبدا ببشندي عشان هو ارخص واحد، بس هو قطعه البيض اللي جوه هي اصغر واحد الصراحه. لا اخر ساعه هو الاصغر. ايوه هي البسطرمه فين بس؟ انا مش عارف، شايف يعني بيض اومليت بس مش شايف فيه بسطرمه. خلينا ندوق. الواحد خلاص ما بقاش متفائل بعد السندوتشين اللي كلوه من شويه دول. بسم الله. قطع البسطرمه اللي جوه البيض متقطعه صغير قوي، فانا مش ضايق طعمها، في طماطم كتير بزياده، حاسس ان هي مخليه الطعم يعني مزحلق شويه، فبرضه للاسف ما عجبنيش ده، بس البيض الاومليت حلو، فانا ممكن لو رحت عند بشندي تاني هطلب بيض اومليت ساده، مش هطلبه بالبسطرمه.
تحب تدوق الراجل اللي ورا الكاميرا ده يا جماعه ما بيحبش البيب بسطرمه، ودي ظاهره بصراحه غريبه عليا، انا ما شفتش حد قبل كده ما بيحبش الساندوتش ده، فلو ما بيحبوش اكتب لنا في السندوتشات. فلو ما بيحبش الساندوتش ده اكتب لنا في الكومنتات. بص بقى، ساندوتش اخر ساعه هو قرص صغير خالص كده ولامع فيه حتتين بسطرمه بالعافيه. خلينا ندوق. حجم قرص البيض برضو اصغر من العيش بكتير، في حتت فاضيه في الساندوتش. بسم الله. اخيرا اهو ده بقى ساندوتش بيض بسطرمه بدون اي تجويد. البسطرمه متقطعه حجمها معقول، طعمها حلو، باينه كده في الساندوتش. ساندوتش بيض بسطرمه عادي جدا، عليه رشه ملح وفلفل وفعلا طعمه حلو. ندخل بقى على ساندوتش فطار وعشاء اللي هو اكبر ساندوتش فيهم، وحاطط قرص بيض كبير قوي برضو، شكله فيه حتت بسطرمه كتيره ومقطعه كبير. سعره 30 جنيه بقى. خلينا ندوق. بسم الله. هي اول لقمه كده كده ما بيبقاش فيها بسطرمه معروفه يعني. فطار وعشاء مكبر حجم قرص البيض قوي ومش لاقي بسطرمه، يعني بسطرمه قليله قوي فيه، حتى قليله كمان في الطعم. يعني احسن واحد فيهم هم الثلاثه كان بتاع اخر ساعه، بس هو سندوتش صغير قوي، بس كان سندوتش بدون اي تجويد، بيض على بسطرمه كميتهم الاثنين مظبوطه مع بعض. فلو انا قررت اكل بيض بسطرمه بعد كده وقدامي الثلاثه دول هطلبهم من اخر ساعه، هو يبقى اضمن واحد بالنسبه لي. بس كده زي ما انتم شايفين الفطار باظ. انا ما اتبسطتش بصراحه بتجربه الفطار في مدينه نصر. يا ريت بقى الناس اللي في مدينه نصر ترشح لنا في الكومنتات، هو انتوا بتفطروا منين في مدينه نصر؟ تفطروا منين فطار حلو كده؟ ولو تجربه فطار مختلفه يبقى يا ريت طاسه جبن كده، شويه فطير، اي حاجه يعني. خليكم معانا بقى كده، هنلف شويه في مدينه نصر نخلص كام حاجه وبعدين نروح نتغدى، ويا رب الغدا ما يقلش هو كمان. يلا بينا. بعد بقى تجربه الفطار المحبطه اللي احنا جربناها من شويه دي، عاوزين تجربه غدا بقى تعوضنا عن اللي حصل في الفطار. احنا هنجرب ناكل برجر، هنجرب من ثلاث اماكن: جاست سماش، حمزاوي، وفايكنج برجر. هم الثلاثه المفروض ان هم عربيات، في حاجات منهم اتقلبت محل بس هم اصلهم عربيات. هنجرب ناكل من عند الثلاث عربيات دول وندوق ونشوف بقى، وان شاء الله هنتوفى في التجربه دي. خلينا نبدا بجاست سماش. يلا بينا. بص انا جايب دبل بقى عشان هو سندوتش دبل ده اللي هو بيبقى سهل في الاكل شويه، بتعرف تاكله من غير لغوصه بيشبع. ساندوتش بيزك خالص، صوص جبنه شيدر، صوص تاني، وكوتاتين السماش، وخس. الدبل سعره 130 جنيه والسنجل سعره 100 جنيه. خلينا ندوق. بسم الله. جامد والله. هي كل حاجه في الساندوتش بسيطه بس بخامات نظيفه، مفيش اي تجويد ولا فاتي، هو البرجر عليه ملح وفلفل اسمر، واللحمه طعمها حلو، والصوص والجبنه طعمهم حلو جدا، والكايزر كمان فريش قوي. فدي تجربه بالنسبه لي حلوه جدا للبرجر، بس هو دايما اول واحد في المقارنه بيبقى جامد لحد ما نقارنه بالحاجات التانيين. احنا عارفين صحيح ان الحاجات التانيه ممكن ما تبقاش سماش برجر، بس احنا عايزين نجرب ونشوف مين هيدينا تجربه ساندوتش برجر كويس، مش لازم يكون سماش او عادي. فانا مبسوط بالساندوتش ده، خلينا نجرب الساندوتش الجديد بتاعهم وبعدين نطلع على حمزاوي. بدايه تفتح النفس غير الفطار خالص، الفطار فعلا كان محبط قوي. فالغدا كده شكله هيبقى جامد. يعني عاش يا حميده والله. ده بقى الساندوتش التشيز بومب، بيبقى نفس السعر، الدبل 130 وعليه قطعه الجبنه دي سعرها 30 جنيه، تقدر تضيفها على اي ساندوتش وتضيف اكتر من واحده كمان. هو الساندوتش بيجي معاه بطاطس، هنبقى ندوقها بعد ما ندوق الساندوتش ده. بسم الله. بصوا يا الجبنه اللي جوه كتيره جدا، والساندوتش اصلا فيه جبنه، يعني الساندوتش العادي اصلا كان فيه لوحده جبنه وانا كنت شايف ان كميتها مظبوطه. لما القطعه دي بقى اتحطت الجبنه بقت كتير قوي في الساندوتش، فغطى على طعم كل حاجه. انا بالنسبه لي الساندوتش اللي من غير قطعه الجبنه دي طعمه افضل، لاني حاسس بطعم اللحمه اللي هي بصراحه كانت طعمها حلو ومتبله تتبيله هاديه خالص، وهي نفسها حاجه اوريجينال كده مع طعم الصوصات، بس الجبنه هنا غطى على طعم كل ده، حبيت الثانيه اكتر. فلو انت بقى بتحب الجبنه كتير هتحب قوي تضيف القطعه دي على الساندوتش. بصوا الساندوتش بيجي معاه باكيت بطاطس حجمه معقول. خلينا ندوق. حلو والله البطاطس، عليها رشه توابل حلوه ومش شاربه زيت. انا شايف ان التجربه دي مرضيه جدا بالنسبه لي، يعني احنا لو قفلنا الغدا على كده انا ممكن اروح عادي، ما عنديش مشكله. بس انا مش هكمل الاكل عشان اعرف ادوق من باقي الاماكن بقى واقول لكم رايي. ما تنساش تقول لي انت جربت قبل كده جاست سماش ولا لا، وحبيته بالجبنه ولا من غير جبنه. يلا بقى نروح نجرب حمزاوي. احنا وصلنا حمزاوي ودخلنا كده بصينا في المنيو عنده، لقينا ان الدبل عنده وعليه قطعه الجبنه دي سعره 150، والاوريجينال اللي هو اللي من غير قطعه الجبنه سعره 115، يعني تقريبا ارخص من جاست سماش شويه كده. هنا بقى قطع البرجر نفسها هي اللي محشيه موتزاريلا، والساندوتش ما فيهوش اي حاجه خالص، يعني ما فيهوش غير تقريبا بواقي خس وحدايه هالبينو، مش عارف ايه اللي جابها هنا دي. خلينا ندوق. بسم الله. هو البرجر نفسه محشي جبنه، الجبنه دي مبدئيا مش لها طعم، هي عملت مطه كده معايا بس هي مالهاش طعم. طعم البرجر بقى نفسه طعم مصنعات قوي، عامل زي البرجر اللي بنجيبه من السوبر ماركت كده بتاع الشركات اللي هو الجاهز ده. فلا انا ما عجبنيش طعم البرجر بصراحه، يعني طعم اللحمه ده مخليني مقفول منه، وسعره برده مش رخيص، يعني مش رخيص على اسعار العربيات. هي حجم قطعه البرجر بصراحه كبير، قطعه الواحده هو الساندوتش احنا جايبينه دبل القطعتين فيه كتير قوي، بس الطعم في الاخر لا انا ما انبسطتش بالتجربه دي. خلينا نشوف طيب الساندوتش الثاني بقى اللي هو عليه قطعه الجبنه ده، قطعه التشيز اللي فوق هي تقريبا عامله بومب فرقعت في القلبه، في شرب الجبنه هنا، الموضوع صعب قوي بالبتاع اللي فرقعت دي. بس خلينا ندوق. بسم الله. نفس الطعم بالنسبه لي مع اضافه طعم الجبنه، الجبنه بصراحه طعمها حلو، والكايزر برده هم منقيين كايزر محترم، بس في النهايه انا مش ضايق تجربه برجر، احب ان انا اجربها تاني. التجربه اللي فاتت هي اللي احب ان انا اجربها تاني، لكن دي بصراحه انا بالنسبه لي فكسانه قوي. خلينا نشوف اللي بعده، فايكنج برجر. وصلنا بقى عند فايكنج برجر، خلاص اخر اليوم وخلاص دي اخر حاجه نجربها في الغداء قبل بقى ما نروح نحلي. طلبنا من عنده سندوتشين، سندوتش فيه موزاريلا ستيكس بنحاول نبدلها بقطعه الجبنه الثانيه اللي هي القرص دي، وسندوتش فايكنج برجر اللي هو العادي. سندوتش سعره 95 جنيه والسندوتش الثاني سعره 85 جنيه. ارخص برجر هنجربه
النهارده. بس هي السندوتشات عندهم كلها سنجل ومفيش دبل. حاولت اطلب دبل او ازود قطعه، قال لي لا مفيش، الساندوتش بيزك كده سنجل زي ما هو. خلينا نبدا بالفايكنج برجر. السندوتشات كلها عندهم بيجي مع بطاطس عليها جبنه، شايف بقى كميه صوصات كتيره وخس وطماطم وبصل، وقطعه برده البرجر تقيله كده فيها سمك غريب. خلينا ندوق. بسم الله. بص، هو بالنسبه لي برده الساندوتش شغال احسن من ساندوتش حمزاوي شويه، طعم اللحمه افضل شويه بسيطه مش بعيده، توابل البرجر بس هي اللي مختلفه شويه. بس عارف انت، انا لو هقارن ما بين حمزاوي وفايكنج برجر هختار فايكنج، بس لو هقارن بقى بين الثلاثه هختار جاست سماش. هو بصراحه اكتر تجربه بسطت عندها لحد دلوقتي. وطبعا لازم نبقى فاكرين واحنا بنعمل المقارنه دي ان جاست سماش بيعمل برجر سماشد، وحمزاوي وفايكنج ما بيعملوش نفس البرجر. فانت لو حابين ان احنا نعمل فيديو نقارن فيه ناس بتعمل سماش برجر بس او برجر عادي، عرفونا بس في الكومنتات واحنا هنروح ناكل عندهم عادي. خلينا بقى نشوف الساندوتش اللي فيه بيف بيكون وموتزاريلا ستيكس. تقريبا نفس الساندوتش بس عليه 2 موتزاريلا ستيكس وحته البيف بيكون اهي. خلينا ندوق. هو نفس طعم الساندوتش تاني بالظبط، بس هما البيف بيكون بصراحه عندهم طعمه حلو. يعني البيف بيكون عندهم عجبني اكتر من طعم البرجر. ممكن والله لو عملوا سندوتشات بيف بيكون انا هبسط منها قوي. بس زي ما قلت لكم، لو هرتبهم الثلاثه، جاست سماش في الاول، فايكنج برجر، وفي الاخر خالص حمزاوي. تجربه الغدا ما كانتش محبطه زي تجربه الفطار، هي ماشيه بالتدريج كده. هي تجربه الغدا فتحت نفسنا في الاول وبعدين بدات تضلم وبعدين ظبطت شويه صغيرين يعني مش قوي. فان شاء الله بقى في التحليه ده بقى اللي هيبقى جامد قوي. بص بقى، قبل ما نروح نحلي فاحنا ايه دفعنا فلوس كتير، فمش عايزين ندفع فلوس كتير في التحليه. فاحنا هنحط بادجت 50 جنيه ونشوف احنا ممكن نحل منين في مدينه نصر. فانا جمعت 3 حاجات زي ما جمعنا كده، 3 في الفطار و3 في الغداء. القشطوطه من بلبن سعرها برده في حدود ال 50 جنيه، انا مثلا جبت قشطوطه مانجا كان سعرها 50 جنيه، على حسب بقى انت بتحبها بايه هتلاقي سعرها في رينج برده ال 50 جنيه. وفي كمان الرعشه من عدنان بيحل الحلو برده سعرها 50 جنيه، وفي منها حجم اكبر ب 65 جنيه بس انا جبت اللي هي ب 50. وفي طبعا بقى القنبله من الكرنك، الكرنك موجود هنا في مدينه نصر في اول عباس، برده موجود منها حجمين ب 50 وب 65، انا جبت اللي ب 50. خلينا بقى نجرب القشطوطه المانجا. بسم الله. هتخلصها. حلوه القشطوطه، فيها كميه مانجا معقوله كده، وكمان الكريمه اللي على الكيكه مخليها طعمها خفيف ما يجزعش، ودي بصراحه احلى حاجه فيها. تعال بقى ندور الرعشه دي. بص، انا اول مره صراحه اجرب عدنان بيحل حلو، كان نفسي اجربه من زمان طبعا، بس يعني اول مره تيجي فرصه المره دي. بص، هي عباره عن 4/4 اللي انا شايفه ان هو فيه لوتس واوريو وبندق وفستق. تعال ندوق البندق الاول. هو اصلا البيز تحت ايه؟ رز بلبن. هي من جوه اصلا رز بلبن وعليها بقى الصوص دي. خلينا ندوق. بسم الله. حلوه. بص، انا مبسوط ان انا بدات بربع البندق ده، كان في كمان بندقيتين كده في الملعقه اللي انا خدتها، والرز اللبن طعمه حلو وقوامه مظبوط كده، فكانت بدايه موفقه. خلينا نجرب القطعه الثانيه. خلينا نشوف اللوتس بقى. حلوه برده اللي باللوتس. صوص اللوتس اللي هنا مش احسن صوص ممكن تاكله مع رز اللبن، بس شغال يعني. هو ما دوقته بعد طعم البندق ده فارق قوي. هو طعم البندق ده اللي شكله كده هيبقى توب قوي في الطبق ده. خلينا ندوق اللي بالاوريو بعدين نختم بالبيستاشيو. طعم الاوريو مع رز اللبن مخلي الطعم يجزع قوي. الاثنين التانيين كانوا احسن من كده. خلينا نشوف البيستاشيو. حلوه دي، وفيها قطع فستق سليمه مع الصوص مع رز اللبن، بيبقى ميكس حلو. خلينا بقى ناخد المعلقه اللي هي من النص دي، تبقى جايباهم كلهم كده نشوف على بعض. بص، انا ايه اعمل دايره هنا مهندس. ايه رايك؟ بص، انت لو هتجيب الرعشه دي تاكلها ربع ربع لوحدها، بلاش المعلقه اللي من النص دي تجزع قوي، او ممكن تبقى هي معلقه واحده بس اكتر من كده. بالنسبه لي تجربه معقوله يعني، هي مش اجمد حاجه يعني، التجربه اللي قبلها بتاعت القشطوطه اجمد. بس خلينا نروح على اللي بعده ونشوف الكرنك. القنبله بتهيألي صغرت حبتين يعني، كانت طبق اكبر من ده. علينا، احنا جايبين الارخص برده. خلينا ندوق. بص، هي سعرها غالي وصغرت وحصل فيها حاجات كتير قوي، بس هي لسه نفس طعمها. اعمل الكاستر اللي فيها ده مع القشطه والفواكه والعصير، كمان البسبوسه والكنافه اللي من تحت دول لا جامده بصراحه. قنبله الكرنك هي اكتر حاجه عجبتني في الثلاث تجارب، وبعدها على طول القشطوطه، واخر حاجه خالص الرعشه، علشان بس ان الرعشه ما فيهاش اي عامل يخف الجزعه بتاعتها. القشطوطه فيها القشطه بيخف الجزعه شويه، والقشطه دي موجوده في اي توبنج انت تختاره، فكده كده الجزعه هتبقى هاديه شويه كده، وتحس ان انت بتاكل حاجه ما تقدرش تكملها. القنبله نفس الكلام برده، في قشطه مع طعم الموز والفاكهه بيخفوا برده جزعه الحلويات شويه. الرعشه دي هي بس كان ناقصها العامل ده، حاجه تخف الجزعه بس كده. خليني بقى اقول لكم ملخص اليوم النهارده والتجربه كلها، وايه الحاجه اللي اتبسطت بيها وايه اللي ما اتبسطتش بيها. من الاخر وبعد تجربتي للتسع اماكن اللي انا جربتهم النهارده، فانا مبدئيا كده حابب اشكر الراجل اللي بيصورني ده، تعبان معايا بقاله كتير قوي. تجربه الفطار انا حاسس صراحه ان هي قلشت، ولا واحد من الثلاثه حاسس ان انا اقدر اقول لك عليه ان هو ده اللي انا هكرره تاني، او اقدر ارشح لك واحد من الثلاثه لما تبقى في مدينه نصر تفطر فيه. فيا ريت انتوا يا جماعه تقولوا لنا اماكن تكون بتعمل فطار فول وطعميه ده بطريقه مختلفه، يا ريت برده الاماكن دي تكون في مدينه نصر. ويا ريت بقى، ودي الحاجه اللي انا بتمناها منكم، لو تقول لي حد بيعمل تجربه فطار مختلفه، حاجه غير الفول والطعميه. بالنسبه لتجربه الغداء دي بقى اللي كانت كويسه شويه يعني، كانت احسن كتير قوي من تجربه الفطار. تجربه الغداء احنا جربنا 3 مطاعم بيعملوا برجر، انا بس مش عاوزكم تحطوا الموضوع في وضع مقارنه، لان مش الثلاثه بيعملوا سماش برجر، هو واحد بس اللي بيعمل سماش اللي هو جاست سماش. بصراحه ده كان اكتر واحد فيهم عجبني من حيث كواليتي الساندوتش كله على بعضه، اللحمه الكايزر الصوصات كل حاجه في الساندوتش كانت مظبوطه كويس قوي. وكمان بالنسبه
بالنسبه للسعر انت بتاخد كده مقابل سعر كويسه جدا، بتاخد ساندوتش برجر طعمه فعلا حلو، مع انه في تكوين الساندوتش نفسه تحس ان هو بسيط، حتى اللحمه نفسها متبله برشه ملح ورشه فلفل زي ما حميده كان بيقول، هو ده فعلا تجربه انت هتحسها اول ما تدوق الساندوتش. بالنسبه للاثنين التانيين فانا عجبني فايكنج اكتر شويه من حمزاوي، لان طعم اللحمه عنده مختلف شويه وواضحه اكتر. ده كان بالنسبه لتجربه الغداء. بالنسبه لتجربه الحلو فزي ما قلت لكم من شويه كده، اكتر حاجه عجبتني هي قنبله الكرنك واللي بعدها على طول اشطوطه من بلبن، وفي الاخر الرعشه من عند عدنان بيحل الحلو. بس كده دي كانت تجربتي ليوم كامل في مدينه نصر، فطار غدا وتحليه. هو حلو قوي كده فطار غدا تحليه، الواحد خلاص ما بقاش قادر. لو عجبكم اليوم اللي احنا عملناه النهارده رشحوا لنا اماكن كتيره في مدينه نصر، اي مكان يخطر على بالك رشحوا لنا واحنا هنجربه، ولو حابب نجرب التجربه دي في مكان تاني رشح لنا المكان التاني ورشح لنا الاماكن اللي انت حابب ان احنا نجربها. بس كده كان معاكم محمد زربه من يتاكل اكل سابقا، سلام.